يقول: إن قومي حديثو عهد بالإسلام وفيهم جهل كبير بأمور الدين، وسافرت وتعلمت شيئا من العلم الشرعي فرجعت أبلغهم وأعلمهم، ولي أخوات بنات عم أو بنات عمات أو زوجات عم، وهن في سن متقدمة، هل يجوز لي مصافحتهم مع العلم بأنهم يستنكرون ذلك شديدا لجهلهم ويقتربون مني لو امتنعت عن المصافحة ليصافحونني؟ أما كونك تعلمت شيئا من أمور الدين وذهبت تعلم غيرك من أهلك ومن جيرانك وبلدك، هذا شيء طيب، هذا عملا بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال جل وعلا يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا شيء طيب منك وعبادة ولك الأجر في هذا. أما مصافحة المرأة الأجنبية التي ليست من محارمك لا تجوز، حرام عليك هذا. إذا كانوا يستنكرون عدم المصافحة فأنت تعلمهم، أنت تعلمهم من جملة ما تعلمهم من أمور الدين، تقول إن مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه حرام. نعم، وهم يقتنعون إن شاء الله. نعم.